حافرة كذا وانت تمشي. والله وش صرخة. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم ماب دروبر، واليوم معي دحوم. يا هلا وسهلا. يعني اليوم سكنات نادرة، ها 50 بزيادة، مكاسة و اخر شيء ننجلد. اوكي مين الا والله قاعد grab some minis for better visibility. اوكي this map goes from easier to harder، يعني الماب يبدا بسهوله الى صعوبه. Please consider using code مدريش في الايتم شوب. تبون تستخدمون كوده او تبون تستخدمون كود VSL اللي ما حد استخدمه، اللي عددهم 2000 بس. ما لمح الله، هذا وضعي. At the end of each level there is a little pixel art about the theme. اوكي يقول في نهايه كل ليفل في الشكل. اوكي يقول لك شكل يعبر عن الليفل اللي تديته. نطنط بسم الله. وش سبرايز. لا خم الله سبرايز. الله لا خمني. الحين وين النهاية؟ ابي اشوف النهاية انا عشان اعرف. والله ما صعب. ماما لا 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 اشوفك طول. وصلت عند اللانش بس جنبه. هنا تعال. زيد حو. شوية تفكير. طيب ها خلنا نتكلم يا اخوي. هذه النظارة اللي تعبر عن السمر وانه شاطئ وكذا، ونظارة سباحة. يعني يقول لك هذا الثيم وهذه الصورة البيكسل ارت اللي هي تعبر عن السمر. حلو فكرة انه يجيب كل شوية بيكسل ارت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلو. اوكي. الليفل اللي بعده وش هذا؟ فروزن. حلو. قاعد تشوف ال هيه. ننزل في الماي. وش المربعات اللي يسار؟ قاعد تشوف؟ رقم 2. حلو. طيب. بسم الله. باقي 9 و10، اخر شيء 10. اوكي. يا ساتر، والله شكلهم مطولين. يا ساتر. تحت فوق، اوكي. انا بغيت ارجع ورا. بسم الله. اي تسامي. وش اللي بعدها؟ مربعات. تذكر النحلة ذيك الأول. يووو. من أول ما تبدأ، قبل الطب، خليك مين شوي. أيوه هنا. والله واضح إنهم مطولين شباب. 2000 years later. والله اسهل. والله اسهل بكثير. المخ غبي، المخ مضروب. المشكله قاعد اقول لك تو يمكن اليمين اسهل. اوه نطلع بدايه شو اسمه الجهه اليمين. ما عليك، مو بدايتها مره يعني. والله وش صرخه. والله صرختك اي فيل جود. جيب الحين. شنو وصلت النص فجاه دون كنت وصلت تحت. ما في جلتش طب ولا لا. استغفر الله. سويتها؟ جلطني الحمار. اخر تجربة جت وما جت سكيب. لا اخر تجربة ثانية. والله ذي سقعت على طرف وموتتني. غش. خلاص كيب شباب ينادينا. مره صعبه. والله مربعات صعبه اصلا. هو كاتب سو سكيب اذا علقت. يقول استراجلين تو ماتش. خلاص والله قعدنا فيها كثير يا شباب، فانا اعتذر عن الشيء. اوكي هنا وش يقول؟ طيب ماريو. اعوذ بالله والله بيجيك عمى الوان. اوه قاعد تشوف الفوز. والله عم الوان. تحت يمين. والله قريب يا واد، قريب. تحت يمين. ايزي دحوم. ايش فيه؟ ايزي عرقت انا. شفتوا انه اللي قبل شوي مره صعب؟ هذا كان صعب. والله صعب كان. هذا ايزي. شوف كيف حاط الفطر.
ودي اني شايف ذا اللي قبل شوي الليفل اللي قبل شوي ودي اني شايف اللي تحت شلون كان شكله. اوه سوكر كرة قدم كل المرمى ديم والله شكله رهيب. زبدة دحين ببدأ من دونك ها بجرب. اوكي. اوه لازم فوق يمين وتحت يسار بس. قايل لك اجيب امه انا. ايزي. طيب شوفوا كرة قدم هذه كورة مع 10 ريال اللي ريحتها جلد. ايزي ايزي الماب هذا ايزي بس الليفل الثانية مو بيزي والله. بيزا. ولا لا يا مربعات لا. تحت يمين خلينا نشوف. تحت يمين ايه. ادخل اطول في هذا التايم. تي تي بيرم تي تي ريري تي. اول مرة اخش مربع. اوصل اللانش بعيدة ما اقدر اوصل لها. وات لازم تكون في النص. مستحيل مستحيل اقسم بالله مستحيل. اخيرا سويتها اخيرا. اوه يا اقسم بالله فقدت الامل. خلاص خلاص الحين هذه بيتزا. الحين هذه بيتزا حلوه الفكره بس ما هي بيتزا ابدا. خيرا اللي في اللي بعده اللي في اللي بعده. يوه يا الله فايكنجز 40 دقيقة تصوير 40 دقيقة على 4 ليفلات شيء زي كذا. What the hell is this؟ أقول أفضل حل اللي سويته أنت. إني أطيح من هذه. بعدين تسوي كذا. ما أدري من بداية علي ولا شيء خلتني أدخل وياك اليوم. وشو لو تلعب تريوز ما تريوز؟ خليك هنا. وش راح يفيدني هذا في القيام؟ وش راح يفيدني؟ اه سويته سويته سويته. أما سويتها. والله سويتها. لا تسألني شلون. لا تسألني لا تسألني. والله دخلت. والله بعدها مربع ثاني. ايش قاعد أقول لك أنا؟ بسم الله. والله إذا ما والله إذا ما شفت دعم. والله إذا ما شفت دعم هذا المقطع إني بزعل. ساعة وربع حلو. الله الله لن نستسلم سوف نخلص الحلبة من كل الشرور. وشو يعني هذه؟ هذه فايكنجز حق الفايكنج ايه بوك انت. الحمد لله خلصنا. هي زي سكن للفايكنجز ليش لاعب فيه؟ والله بيصير شيء جامد بس ما توقعت. اوكي هذا طور ثانوس. طور ثانوس وش دخل طور ثانوس؟ ثانوس والله يا مربعات صار ولا في مثلث. مثلث تحت دوائر حلو جي جي. اي والله مربعاتهم صغار والله. والله صغار مره. الحين اللي بيشوف المقطع بيتوقع انه شيء سهل وانه سبايك بس والله صعب. والله جد صعب. لا شوف احنا سبايك بس انه برضه ثانوس. اوه خلصين من هذه بس يعني. يلا دخلت الاول ما عرفت اخذ الان. يا ساتر وات الصعوبه. ليه كذا؟ ليه؟ شلون شلون اسويها؟ ليش؟ ليش تحت فوق؟ خليك تحت وروح فوق فوق. فوق فوق. ايه خليك تحت في اللي قبلها. اللي قبلها في اللي قبلها وقف وقف هنا هنا هذه. يا اخي حرام اقسم بالله ما ادري شلون صقعت. شباب والله اتحدى واحد يصور ذا الماب بدون ما يسوي ولا سكيب او يلعب الماب ذا. ابغاك تصور هذا الماب اذا خلصت اقل من ساعة بدون اي سكيب فانت ما شاء الله عليك. يعني ما في فلوس بس ما شاء الله عليك. طفران. اوه انت 8 بعدها 19 تشاينا؟ يب شوف شوف انزل انزل وانصدم. ابغى اشوف ايش اللي بعد 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 مربعات. والله مربعات كلها اربع من خمس مربعات. والله العظيم بجيبها خلاص عرفت. عرفت ان شاء الله اجيبها. تنزل ذا بعدين شفت هذه اللي في النص هنا كذا نط عاديه. ايوه في جلتش يصقعني. الله عليك والله لو في منك اثنين والله العظيم قايل لك. اوه 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 شو حاط لك؟ حاط شو اسمه الرز حقهم ذا. اوكي نيو يير اوكي ولا كذا يعني. تحت يمين قدام كذا شوي.
توطق ها؟ بس هي طقتني ترى قد قرب يعني مرة. تعال طقني طقني طقني. ايه ضربت منها فايدة. والله ضربت منها فايدة. وديي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 ي
ايزي السر في ضرب الدحوم. لا خلصنا مع بعض ريمبو 2.0 اولي دو تحت فوق يمين يسار تحت فوق يمين يسار ايزي الله عليك ايزي يا عيال ايزي لايك لعيون ال 104 دقائق 104 زبده 100 دقيقه وصلنا فلا تنسوا زر اللايك كنت شب يعني ضبطوني والله العظيم عذاب الماب ما تخلصها اما يعني احتفل حالي لا دايك اسمها توك 43 اورز تو بيلد توك 43 اورز تو اندت اندت ما ادري تجي اندت المهم يقول اف يو انجاي بليز كونسيدر يوزنج كود ما ادري ايش اي والله ما استخدمه والله ما استخدمه عفوا ليش دحوم شيء عذبنا يبغى نستخدم كود يستهبل ذا سبكتيت يور فريند ووكن انفيزبل اه تعال 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 قاعد تشوفني فعموما بس هكذا مقطع اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك عجبكم المقطع ما خذ وقت طويل اقسم بالله مره وقت طويل فان شاء الله تقدرون تعبنا في هذا الماب والعذاب اللي تعذبناه اذا حد خلص منكم الماب بدون اي سكيب يرسل على انستغرام بيسلم وبس انا ادعمكم بالدسكربشن كود الماب في الدسكربشن يعطيك العافيه على كل شيء اشوفكم على خير سلام